وجدوا شيئا غريبا. ألف لام ميم في ست صور تبدأ بألف لام ميم. أم وجدوا الألف واللام والميم في هذه الصور أكثر نسبة حروف في القرآن كله. يعني مثلا لو مسكت نون وعديت النونات اللي مستعملة في هذه الصورة لوجدت أن نسبة هذه النونات بالنسبة إلى حروف هذه الصورة أكبر نسبة في القرآن. لما تجيب النون اللي في سورة البقرة على عدد سورة البقرة تجدها أقل، قد يكون العدد أكثر لكن النسبة أقل. حاجة غريبة. طب ودي في إيد حد يعملها؟ دي ظاهرة غريبة، ظاهرة غريبة تؤكد معنى، وهو أن هذا القرآن لم يكن من تأليف أحد، وأن هذا القرآن لم يكن في طوق أحد، وأن هذا القرآن بهذه الخصائص العجيبة الغريبة لم يكن بيد أحد.